في بادرة استثنائية قررت مجموعة من الأمهات الفاعلة ضمن جمعية آباء وأولياء وأمهات تلاميذ مدرسة أبي بكر الصديق بحي غرود المحيط ضواحي مدينة أكادير استقبال تلاميذ المستوى السادس ابتدائي والذين سيخوضون الامتحانات الإشهادية بالتمر والحليب مرفوقة بابتسامة أهدتها الأمهات المتطوعات لفلذات الأكباد في يوم الامتحان. وأفادت إحدى المتطوعات بأن البادرة تسعى إلى تقديم الدعم النفسي والمعنوي للممتحنين والممتحنات وتوفير جو من الثقة في نفوسهم دقائق قبل ولوجهم قاعات الامتحانات، ولقيت المبادرة استحسانا كبيرا لدى الأطر الإدارية والتربوية والتلاميذ. وتجدر الإشارة إلى أن أغلب المديريات الإقليمية بالمغرب قررت إجراء امتحانات الدورة الأولى الإشهادية اليوم الاثنين وصبيحة غد الثلاثاء، ويبقى طابع المميز لهذه الامتحانات أنها تكون على صعيد كل مؤسسة على أن يجتاز المتعلمون امتحانا موحدا على صعيد الإقليم نهاية السنة الدراسية.